الانترفيو ايكونوميك. سي الميداني اهلا وسهلا بك، عيدك مبروك. كل عام تحية بخير وربي فضلك، وتحية لكل مستمعي إكسبرس فام. جزيل الشكر على قبول الدعوة. نحكيه على إنتاج الحبوب، موسم صعب، تخوفات من ضعف الصابة، إلى أي مدى هذايا الكلام قاعدين نسمعوا فيه عنا مدة بالنظر إلى التغيرات المناخية، لكن هذايا كيفاش يترجم على أرض الواقع سي الميداني؟ هل صحيح كونه نجم تكون هذه الصابة الأضعف تاريخيا في تونس؟ والله شوف، هو على مدار احنا كان عندنا لقاء مع السيد وزير الفلاحة، وبتصريح السيد وزير الفلاحة معناتها يذكروا اللي هذايا معناها منذ معناها 17 سنة ما صارتش الأزمة دي. كبار يعني القوم اللي هما في من الفلاحين يقول لك لا، أكثر من هكا اللي ما صارتش الأزمة هذه. على كل، نحن نعيش ما معناتها الواقع حاليا، يعني اللي هو معناتها كل المؤشرات تدل على أنه يعني صابة ضئيلة جدا. ولهذا نحن كنقابة الفلاحين منذ شهر أصدرنا بيان في الغرض ونبهنا وقلنا راهو الصابة لن تتعدى 4 مليون قنطار، ومن بعد زدت كي توصلت الأزمة ربما حتى أقل، ثم شكون يقول لك 2 ملايين. فهمتني؟ وعليه نبهنا إلى خطورة معناتها ما بعد معناها تراجع الإنتاج، ثم خطورة أخرى اللي إذا كان احنا ما معناها ما عملناش خلية أزمة، ثم باش تراقب هل المحصول ما تبقى من المحصول باش نجموا على الأقل يعني نأمنوا البذرة السنة المقبلة على الأقل، لأنه كي ما عندناش استهلاكنا على الأقل ما نبيعوش في البذرة. فهمتني؟ دعينا إلى تشكيل خلية أزمة على اعتبار أنه ينجم يتهرب وينجم يقع معناتها فيه برشا حاجات. يا أخويا ما تحبش تزيد، أعمل يعني حاجة استثنائية، أعمل قرار استثنائي في شكل منحة باش على الأقل تحاول أنه أكثر ما يمكن تجمع اللي موجودين ما يبيعوش من يديك. هذا الحد الأدنى نستنوا، معناتها نستنوا في قرار ينجم يكون ضامن لحق الفلاحين. ثم حاجة أخرى، رأي الناس هذه اللي ضاعت أرزاقها وضاعت معناها كل مجهوداتها، على الأقل هو مساهم في حاجة اسمها صندوق الجوائح الطبيعية. الواش إذا كان صندوق الجوائح الطبيعية تو حالين ما يتدخلش وينصف هالناس المنتجين باش ينجموا على الأقل يواصلوا في حلقة الإنتاج، ومعناها وينجموا يفيدونا في 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 أوقات أخرى. يا أخويا سنا قدر الله ما شاء فعل، يا أخويا جسف، واحنا رانا ماناش بمعزل على اللي صاير. هو يبدو لي انه الجفاف معناتها حتى في اوروبا معناها ثم جفاف صحيح. ولذلك معناها الازمات تكثرت. نحن وين كخلايا ازمه، كصندوق جوائح طبيعيه، كقرارات فعلا تنصف هالمنتجين وتحيطهم، حتى الفلاح يحس انه محاط، حتى ترجع له ثقه معينه. صراحه الى حد اللحظه ما ريناش حتى قرار يكون ناصف للناس هذو. نحبوا نفهموا أكثر الآلية متاع تفعيل صندوق الجوائح. كما ذكرت أنت الفلاح يساهم في هالصندوق هذايا، هل هو قرار سياسي؟ كيفاش تصير الآلية هذه؟ والله يشوف، هو صندوق الجوائح الطبيعية راهو ليس من أحد أن يعوض، على اعتبار أن المساهم الرئيسي فيه هو الفلاح. هو يقصوا عليه في معلوم، كيقبل صابته يقصوا عليه في معلوم، فهمتني؟ هو اللي يزكي فيه، هو اللي يحط فيه. طبعا القرار هو قرار سيادي، فهمتني، لدوائر معينه انه هو يكون يفعل ان معناتها يكون من يحيط الفلاح. احنا مرينا حتى قرار ينجم ينصفه. نعطيك حاجه اخرى، الفلاحه هذم الناس اللي فهمتني، ثم بعض الفلاحه كبار معناتها صارفين مئات الملايين، فهمتني؟ يعني اذا كان هو تو عنده ديون في الميكنه، والميكنه ذيك عدى عليها فهمتني، عدى باش ياخذ منح من الدوله، كيما نعرفوا اللي ثم 50% في الميكنه، ماكين تحصاد تراكتور الى اخره، فهمتني؟ وثم قرارات امتيازات تعطي فيها يعني شو اسمه وكاله النهوض والاستثمارات الفلاحيه. اذا كان انا تعطيني قرار وعارف روحي باش نمشي نشري ماكينه تحصاد ولا تراكتور وعندي فيه 50% حسب المنشور الاستثمار، واذا كان انا نمشي للجنه الجهويه وتعطيني قرار امتياز تنصفني وتعطيني قرار امتياز باش ناخذ 50%، نجيب الفلوس ما نلقاش. اذا كان انا تسكر عليا في المنح وتسكر عليا جوائح طبيعيه وتسكر عليا كل احاطه اللي هي تنصفني، كيفاش انا باش نواصل في الحلقه؟
هذا هو ضرب المنظومات، هذا هو كل منظومة. إذا ما حطناش الناس، الفلاح راهو يعاني الأمرين معناها من كل الاتجاهات، والناس الكل تعرف اللي احنا مرينا، البلاد مرت بظروف معينة، منها أزمة الكورونا، منها أزمة الجفاف، منها الحرب اللي هي الروسية الأوكرانية اللي ساهمت فعليا في معناتها في معناها في ضرب منتوجات لهنا. ولذلك راهو ما نبسطوهاش في الحبوب، راهي الحبوب كي نقولوا الحبوب تراجعت، صابت الحبوب راهو تراجع قطاع الأعلاف، راهو الأعلاف الخشنة، راهي بالت القرد ب 25 دينار وما عدناش باش نلقوها. ما اذا كان احنا في المندره تو نلقوها ب 25 دينار نروحوا ما نلقوهاش، وماناش نتشائموا وما يزيدوش علينا الناس يقولوا الناس هذو ما يتشائموا، لانه احنا عايشين القصه، ما يكفيناش احنا عايشينها ويزيد فهمتني ولا لا يقولوا كيفاش يتكلموا، لا نتكلموا بناء على ان اصحاب حق واصحاب قضيه. ولذلك النبو راهو ما هوش قطاع الحبوب، راهو راه قطاع الاف، قطاع الاف وراه معناها قطاع اللحوم البيضاء والحمراء، راهو راه قطاع الالبان، راهو الاجبان، راهو الياغورت، راهو العظم، راهو الدجاج، يعني هذايا راهو امن غذائي يصب في خانه الامن القومي، فهمتني؟ ولذلك ما نستبسطوش الامر، لانه الامر راهو اذا نوصلوا امن القومي المتمثل في الامن الغذائي معناتها سمحني السيادة الغذائية نعتبرها من أولى الأولويات، واللي ما يحترمش السيادة الغذائية راه ما يحترمش قوته هو بالذات. سي الميداني توا اللي كنت تقول فيه تحكي على ديمومة هذا هذه المنظومة، منظومة الزراعات الكبرى، بمعنى في صورة عدم تفعيل صندوق الجوائح هل أنه هذه المنظومة تنجم تنهار؟ ما نقولوش تنهار لكن تتراجع، حتى نكونوا معناها يعني ما نكونوش سلبيين حتى نكونوا ايجابيين، نقولوا لو يقع فيها التراجع. اذا انا احنا سنا مثلا نعطيك حاجه، سنا احنا بناء على الزياده التي حصلت في السنه الفارطه في اسوام الحبوب فهمتني، وقعت معناها توسع في المساحات، معناها عملنا مليون مليون و200 الف فهمتني ولا لا، معناها بناء على انه السوم ينجم فهمتني ولا لا يكون معناها يفيد المنتج. اذا به صارت صوره عكسيه، وسعنا في المساحات وبذلنا كل قوتنا وصرفنا اكثر ما يمكن من اللي عندنا وبالديون وبكل المستلزمات وصلناها الى ربي ما سبحانه وتعالى هكاك فهمتني، شاء معناها انه يكون الصابه ما توصلش. لذلك نحن في مطرق الطرق ما عارفين، ماناش عارفين ايش نعملوا. هل من الممكن انه هو تضرب في الحلقه هذه، راهو كي نقولوا تضرب في حلقه الانتاج، راه مشكل الحبوب تضرب في اللحم، تضرب في الحليب، تضرب في الحبوب، في خضروات، في كل حاجه، زدنا قصين عليه الماء، ماناش نلومه في قصان الماء، قصان الماء راهو على خاطر فهمتني ما عندناش ماء وما عندناش ماء زاد، رانا قلنا قبل راهو اعطينا احنا رانا كنقابه ما نقولوش تما مشكل ونبقوا نراقبوا، اعطينا حلول في كل حاجه، راهو اشكال نبوا راهو ثم اشكال ثم نطرحوا معناها طرح ربما يكون غلط ربما يكون صحيح، المهم ندلوا بدلنا ونقولوا راه ثم معناتها هاو الحل كيفاش نشوفوها. تصورنا للمرحله هذيك اذا كان هو في كل القطاعات معناتها تمثل حسب رايك، هل ها انه هو له طاقه باش يكون صندوق تعويض وباش ينجم يعمل نفس جديد فهمتني ولا لا؟ تل الكارثه والطامه الكبرى في انه اولادنا ما يتبنوش الفكر اللي عندنا، احنا هنا فهمتني ولا لا؟ معناتها نناضلوا ونشادين الصحيح ومتمسكين وكذا، لكن كي تقول لولدك برا امشي شوف فلاحه وكذا كانه ما نعرفش شنو عملته، في حين ان يشوفه فهمتني خير انه يمشي للبحر، بناء علاش؟ على خاطر يشوف في والديه شنو صاير فيهم. معناتها في كل الاتجاهات يشوف في حاجه قدامه ما هيش هي وما ينجمش تعمل له معناتها امبيونس باش ينجم يعيش فيه، ولذلك يخير انه يمشي البحر ياكله بحر وما يمشيش للفلاح. هذا هو الموجود، واللي يحكي عكس ذلك معناتها سامحني فيه راني انا نحكي معك قبل ما نقول نكون نقابي، انا ميداني انا نعيش من الفلاح. فلاح بمعنى انت تحكي من منطق الفلاح، وهذا مفهوم سي الميداني الضاوي رئيس نقابه الفلاحين التونسيين. المفارقه كونه عم ناول تقريبا في نفس هذا الوقت كنا نحكيه على اكتفاء ذاتي في سنة 2023، بمعنى سننتج ما نستهلكه من الحبوب. اليوم بعد ياسر احنا على هالوضعية هذه، هل أنه لا حتى سمحني ما نقاطعك، سمحني تفضل معناتها شوف باش نسأل معاك، لا للمغالطة لأن الأرقام مثبتة ومحينة فهمتني. في احنا السنة الفارطة قداش أنتجنا 7 ملايين ونصف قنطار،
واحنا نستهلكوا في 30 مليون، كيفاش الاكتفاء الذاتي وانتجنا؟ انا مغالطات هذه ما يلزمش. انا هاو سؤالي سي الميداني، سؤالي هو التالي، هل انه التغيرات المناخيه وحدها تفسر هالبعد هذا ما بين ما كنا نطمح ليها وعلى الاقل ما كنا اعلنا عليه في 2022 من وصولنا في 23 للاكتفاء الذاتي، وما بين اليوم اللي احنا تقريبا ماناش محصلين حتى البذور معنا؟ شوف، هو المفارقة، هي المفارقة وين حصلت؟ حصلت انه احنا كنا بنينا، يعني قلت لك وسعنا في المساحات، معناها مش معناتها نطمحوا لي معناها اكثر ما يمكن لتأمين المصير، فهمتني؟ صارت صورة عكسية، ولكن الصورة العكسية راهو ما هيش كان في الجفاف ولا في تراجع المحصول. صورة عكسية بما فيهم حتى التوريد، إذا كنت تتبنى التوريد في حلولك في التوريد كما سبق في السنوات الفارطة، اللي كان ما عادش يكون على اعتبار أن الأسوام ارتفعت أكثر ما يمكن في الأسواق العالمية. دبليس حاجة أخرى، راهو ما عادش متاح، راهو قبل تنجم تمشي تشري تو ما عادش متاح، بناء على أن الناس كل عاش الأزمة، أزمة حرب، أزمة جفاف، أزمة كذا كذا، اللي عنده حاجة شدها. نحن في مفترق الطرق حتى على مستوى المستهلك، المستهلك هو في حد ذاته تو معناتها راهو، سامحني، راهو تم صعوبة حتى على مستوى الدولة، الدولة باش معناتها باش تجيب بالعملة الصعبة، وبالعملة الصعبة وبتكلفة ضعفة جدا، خاصة احنا كنا كي نعملوا 8 ملايين 7 ملايين على الأقل الحد الأدنى أنه النجم نعملوه، فهمتني ولا؟ لكن السيناريو عن 2 ملايين ولا 3 ملايين كي نشدوا زرياتنا رانا نسموا كذا، والباقي منين؟ 30 مليون قنطار اللي هو يعمل لنا الاكتفاء الذاتي منين باش نجيبوه؟ حسب رأيي تم معضلة كبيرة ياسر، سواء على المستوى الاقتصادي أو معناتها على كل المستويات، معناتها راهو اللي كان ما عادش يكون. باهي سي الميداني، ما نعرفش إذا كان عندك تعليق على الهبة الأمريكية في الفترة في الأيام القليلة الماضية واللي تم الإعلان عليها، 25 ألف طرناطة من الحبوب في إطار هبة من الولايات المتحدة، وحتى الخارجية التونسية كانت خرجت بيان في هذا تشكر فيه السلطات الأمريكية. تعليق كرئيس للنقابة التونسية للفلاحين. نحن نشكر كل من يعارضنا في هذا الزمن يعني الاستثنائي، مناش من الناس اللي ننكروا معناتها حاجة اللي تنجم تفيد بلادنا خاصة في الوضعية هذه، فهمتني؟ ولكن راهو مناش ما يلزمناش نتبنوها كثقافة، معناها كثقافة يعني مدان لدين، يلزمنا نعولوا على ذاتنا على ذواتنا، ونلزمنا نعولوا على مقدرتنا، وخاصة أنه احنا عندنا كل يعني الكفاءات وعندنا كل الظروف، فهمتني؟ إن يتاح القرار السياسي ويطوع، فهمتني، في فعل في خدمة يعني السيادة الغذائية، رانا النجم ما ثماش شكون عنده شمس كي شمسنا، ما ثماش شكون عنده أرض كي أرضنا، عندنا مطور روما، عندنا معناتها على كل الأصعدة عندنا خبراتنا اللي هي معناها للأسف أنه معناتها مهندسين ولينا نصحروا في المعرفة بدينا، إذا كان المهندس نقصوه، وعندنا 540 ألف هكتار من أراضي دولية. أنا طالبت حتى درنيرمون عندي أسبوع من عملت جلسة مع رئيس البرلمان، طالبت بتفعيل قانون، فهمتني، يخرج في شكل ديكوبيراتيف، في شكل تعاضديات في مهندسين، ومعناها يمنحوهم قروض ميسرة ويجمعوهم ويعطوهم، فهمتني، شروط معينة، تعمل شوية زراعة قمح، يعطوهم في شكل معناها ضيعات، في شكل شراكات معناها قروض ميسرة، ويعمل شوية حبوب وشوية أعلاف، على الأقل أنه ثم ماكينة معناها تخدم، أما باش نبقوا مكتوفين الأيدي ونستنوا في منا من حد، سامحني، مش لهالدرجة، ما يلزمناش نتبناها كثقافة. هذا فيما يخص الهبات. ذكرت قلت ما يلزمناش نبقاو مكتوفي الأيدي، اليوم في تقديرك هل تأخرنا في إعادة رسم الخارطة الفلاحية في تونس في ظل هالتغيرات اللي عايشها العالم وفي ظل التغيرات المناخية خاصة؟ هو هذه هي المعضلة حقيقة، هذه هي المعضلة، واحنا ذكرناها حتى رئيس البرلمان الجديد وقلنا راي القوانين هذه ما عادش تواكب العصر، باعتبار ان الازمه ازمه غذاء العالميه مش ولا ازمه في تونس، يعني شو اسمه ذا نتاع الروس، رئيس الروس وقت اللي قال انا عندي اقوى سلاح، ما ليس بالدبابه وليس بسرعه الصوت وليس شنو، عندي اقوى سلاح هو القمح، ولذلك من يمتلك القمح يمتلك اقوى سلاح.
هذا التوجه العالمي، فما بالك احنا في الداخل. يعني التوجه العالمي هو الناس تتبنى السيادة الغذائية، وعليه اللي ما يتبناش السيادة الغذائية ويعمل على كاهل للناس الاخرين باش يمد يديه طبعا، ويستنى من اي احد باش يمده له، وما عندوش خيار، لازم يقبل. ما عندناش خيار، لا عندنا فلوس، لا عندنا عملة صعبة، لا عندنا حتى شيء، وما نزيدوش على بعضنا ونعرف امكانياتنا. تحكي برشا في المدة الأخيرة بالنظر إلى نقص المياه، إلى بعض الزراعات اللي يا إما الترشيد فيها، وفما حديث حتى على الاستغناء عليها خاصة فيما يخص التصدير. شنو موقفكم أنتم في النقابة التونسية للفلاحين؟ موقفنا كنقابة تونسية للفلاحين صحيح، ما عندناش ما هي نسمعك، ما عندناش ما، لكن هل أني طرحت بدائل للوضعية؟ صحيح. أنا تقول لي مثلا راهي طماطم سنتني ولا لا تستهلك الماء برشا ما ننتجهاش، هل أني طماطم قطاع طماطم، هل أنه ما هوش قطاع استراتيجي، هل لأني سمى معناتها ماكلة ما نجموش نستعملوا فيها طماطم؟ قبل كنا نلقوا في الأسواق العالمية طماطم رخيصة، تو طماطم البرة غالية، هل أنه يعني كيلو الفلفل أنا كي نقص تو الماء باش ما ننتجوش، هل نجيبه من بعد يصبح لي كيلو بخمسة دينارات؟ البدائل صحيح ما عندناش ماء، راني معاك ما عندناش ماء، والثروة المائية يجب المحافظة عليه، ويجب فيها سن قوانين، ويجب معناها هذايا شو اسمه مجلة المياه اني معناها تكون حديثة، فهمتني؟ ولذلك معناتها راي عملت اشكال، تمر باشكال ما هي البدائل نتاعك. احنا رانا نشوفوا الا القرار، قصية الماء عندنا سي سيدي، وبعدك قصية الماء لا يكفي أن المنتج حلقة الإنتاج ضربت، ولا يكفي أنك تفقد المادة من الأسواق. هل من المعقول نرجع للأسواق الخارجية، نرجع لمصر اللي هي عندها 110 مليون ساكن تمولنا احنا 10 ملايين؟ مش معقول راو تاريخيا، ما مش معقول هذا راو، ما ينصفناش راو التاريخ ما ينصفناش، وعليه أنه راو اللي ما هو موجود حاليا هذا راو معناه سمحني تابع السياسة الخاطئة والخارطة السياسية في القطاع الفلاحي، بمعنى إعادة التفكير وإعادة رسم هذه الخارطة الفلاحية أكثر من أولوية في هذه المرحلة، أكثر ما يمكن رسم، والاستغلال كل الطاقات بما فيهم أهل المهنة. القرار الأحادي ما عادش يوصلنا تو، اعتمد على المعرفة اللي عندك، اللي احنا طاقات عندنا مهندسين مشردين، مهندسين في القطاعات عندنا خبراء، يعني نرجع تو لوزارة السلاح اللي احنا كنا قبل فلاحين نعتبرها يعني وزارة سيادة، واللي ما يعتبرش وزارة سلاح وزارة سيادة سمحني فيه، عندها كل التقارير وعندها كل معناتها الدراسات اللي هي في كل قطاع تلقى فيه دراسة، ولكن في الرفوف. نفهم من كلامك سي الميداني كونك أو أنتم في نقابة الفلاحين ضد إيقاف أي نشاط فلاحي، لكن بالمقابل أنتم مع غو ديبلوامون، معنى إعادة توزيع للثروات متاعنا أو لآليات الإنتاج الفلاحي متاعنا. شوف خويا العزيز، شوف راهو أخطر حاجة، أنه أخطر حاجة في المجتمعات أنه واحد يقول لك نحب نخدم ويقول له ما تخدمش، فهمتني؟ أخطر حاجة. وثقافة الاتكاء هذه يلزمنا نخرج منها، ثقافة الاتكاء بما يعني أنا نحب نعيش عليك أنت، فهمتني؟ هذا ما يجيش، طالما أني عندي الطاقة وطالما أني أنا عندي الاستعداد الذهني والمعنوي والمادي، الواش ما ننتجش؟ ولذلك نبعدوا على ثقافة الاتكاء ثم نعولوا على سواعدنا، وعندنا الإمكانيات، كل الطاقات موجودة إن توفر القرار السياسي والسيادي والاتجاه نحو السيادة الغذائية، لأنه احنا رهنا في العشرية السابقة وما سبقها رهنا على قطاعات أخرى، منها السياحي، منها الصناعي، منها 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 منها، وزيد حاجة أخرى، ما هو معناها ساهم في تدني الإنتاج، يعني الإنتاج الغذائي، هي البنوك. ما عندناش تمويل، المال قوام الأعمال، عندنا البنك القومي الفلاحي لا يحمل إلا صفة الاسم، من اسم الفلاح، ولكن في الحقيقة فهمتني ولا لا، يعني يعمل 13% اللي هي في العالم، في فرنسا 2% و 3% 13%، وكان زاد فهمتني ولا لا عند وخر شوي يدخل في الكلاس ما هو يدخل في تي ام ام بليس بليس، هذه من معضلة أن هي تساهم في تراجع الإنتاج. التمويل والواش محتكر على بنكة واحدة، وعليش ما نخلقوش أسواق أخرى في بنوك أخرى ونعملوا كونكورنس ونرجعوا للقطاعات؟ علاش ما تصيرش التسوية العقارية اللي هي أساس التمويل؟ يعني البنك كي تعمل له تسوية عقارية وتهز ملكية في يدك تولي تمولك، إن مولت خاصة إذا كان بقينا في بنكة واحدة لا تتمول لا بملكيته ولا بغيرها،
ولذلك ثم معضلات، معناتها ثم قوانين يعني يجب تجديد كل القوانين وإحداث قوانين جديدة تنصف القطاع، حتى معناها نساهموا وكل من موقعه نساهموا في إرجاع حلقة الإنتاج. جزيل الشكر لك سي الميداني الضاوي، رئيس نقابة الفلاحين التونسيين. حكينا على قطاع إنتاج الحبوب، حكينا كذلك على الخارطة الفلاحية وشنو تجم تكون الحلول اليوم، خاصة حسب سي الميداني الضاوي يقول لك قوانين اللي تخلي هذا القطاع يصبح فعليا معناها قطاع سيادي، لأنه مهم ومهم جدا بالنظر إلى التغيرات اللي يعرفها العالم وخاصة للتغيرات المناخية. واصل معكم.